ده معك ابو اميره، يعني كلمه هانت جد من جديد. الوحده مش في افضل حال، نتيجه متواضعه، ضمك يقدم مستويات ممتازه في المباراه الماضيه ويتعادل مع الوحده. كيف تشوف حال الوحده؟ والله شوف، يعني يمكن طبعا انا في الرياض يعني اشكر كثير من الاخوان يعني بيعزموني وكذا، وكثير كلموني تعازمني على العشاء، تعال مباراه، ما اقدر يعني ما اقدر، التوتر واحد يتفرج للاسف. يعني التوتر هذا يمكن ذكرت لك الحلقه الماضيه، صحيح. قلت لك مجرد الحديث عن الوحده بتلعب على الهبوط، هذا الموضوع المفروض صفحه وانطوت. يعني ف يعني انا قاعد اتوتر، اشعر شعور جمهور الوحده خاصه الكبار في السن، كيف مساكين بيتفرجوا المباريات هذه؟ موقف جدا صعب، جدا سيء وجدا صعب. ترى كثير ارسلوا لي تكفى اليوم، بهدل الاداره، تكفى مدري ايش. لا شوف، انا اكثر واحد زعلان من الاداره، انت تعرف هذا الكلام، ترى ذكرت هذا الشيء من بدايه الموسم، ذكرت لو تذكر معاك قلت انتبهوا احذروا، ترى الفريق حيروح في داهيه، صح ولا؟ ترى قبل لا زي ما يقولوا تطيح، قبل لا يصير اللي حاصل الان، لان كنت مستشرف هذا الشيء للاسف. لكن يعني اكثر واحد زعلان اقدر اليوم اقول هذول فيهم هذول، صح؟ وعندي اشياء اكثر ما سمعوها الناس، لكن لا، هي باقي مباريتين، معليش اسمحوا لي كوحداوي، بس تقول رغم اني ما احب اطلع بالمنظر هذا لكن انا وحداوي، يعني ما لاعب، ماني كمان اعلامي فقط. المباريتين هذه لازم نهدى، الفريق في مهمه انتحاريه حتكون امام النصر وامام الشباب، مباراتين جدا صعبه. اليوم المباراه سريعا اتكلم عنها، الشوط الاول كان ضمك زون ديفنس وهجمات مرتده على اعلى مستوى، ضيعوا اهداف وضيعوا فرص كثيره. الشوط الثاني لا، الحال انقلب لياقيا ضمك، يمكن شفناه مباراه الاتحاد ايضا اخر ثلث ساعه الفريق تعب كثير، واليوم نفس الشيء حصل. الشوط الثاني الوحده تفوق، سجل هدف وضاع فرص في نهايه المباراه، لكن اداء الفريق غير جيد، فريق بيلعب تحت ضغط صراع الهبوط، بالتاكيد حتلاقي معظم اللاعبين بعيدين عن مستوياتهم. على الوحده، على جمهور الوحده في الاسبوعين هذه يساندوا الاداره، يساندوا اللاعبين، يساندوا كل شيء بكل امانه، وانا اولكم، انا معاكم، نساند الاداره رغم زعل الشديد منهم، لكن بعد الاسبوعين هذه لكل حادث حديث. اتمنى انه الفريق يبقى، ولكل حادث حديث، الفريق هبط او جلس ما نتمنى انه يهبط بالتاكيد، لكن بعد الاسبوعين هذه، الان اترك المشاحنات، تعرف مع رده فعل نتيجه اليوم اكيد في ردود فعل قويه جدا، يعني ما اقول لكم اتركوا الفريق لا، بس حفزوا اللاعبين، ما في شيء مستحيل، اي ما في شيء مستحيل، حفزوا اللاعبين، اتركوا الاداره جانب، اشتغلوا على اللاعبين، لانه واضح انه في مشاكل كثير بين الاداره واللاعبين، لكن اشتغلوا على اللاعبين، انتحروا من اجل اسماءكم، ما بدي اقول عشان الوحده، عارف ليش؟ تعرف اللاعبين الان ينتقل على طول، ومعظم اللاعبين من برا الوحده، انتهى زمننا ذا اللي كنا ننتحر ونمرض، بس يعني الاسماء هذه اللي موجوده في اللعبه، في اسماء اخ تنزل درجه اولى ترى كارثه، مضبوط ولا لا؟ واحد زي انسلمو هذا في فريقك، وليد باخشوين، في مجموعه من اللاعبين تنزل درجه اولى وهم موجودين في الملعب، صعبه. ما بلومهم الان انا هذول، اكيد في مشاكل حولهم، لكن حرام هذه الاسماء تنزل. وبالتالي على الجمهور، معليش هدوا شدوا على حيلكم، سامحوني ضمك والباطن والفرق المهدده الان، طبعا انا كنت اتكلم كلاعب وحداوي، ولكن اتمنى التوفيق لكل الفرق والله، يعني اتمنى يكون الدوري 20 فريق، يعني 6 فرق وكسر التوتر هذا، يعني 18 16 فريق وطلعوا 4 يعني مثلا، خلوه 20 فريق، اتمنى ذلك. يعني الان طبعا زي ما اقول الغرقان يتعلق بقشه، اي شيء والله قاعد اتكلم باي، ابغى اجيب اي اقتراح بحيث ان الوحده ما تنزل. اخر شيء اتمناه انه مباراه الجهه اللي هي النصر يكون ماله اي حافز انه يصعد مربع، فينزل متراخي، ينزل بدون هدف. الشباب يكون الهلال ممكن يمكن يكون حسم الدوري، اخر مباراه يجيك الشباب محسوم الدوري، يكون متراخي، طبعا هذا في صالح الوحده، لكن ايش حيحدث ما ندري. نهايه كل التوفيق، يعني والله يعني الوحده شيء كبير، صحيح نزل وصعد ومشاكل، لكن اسم كبير ونادي بيقع في، يمكن كلكم تتعاطف، صح ولا لا؟ كلكم تتعاطف مع الوحده، نادي مكه المكرمه يعني. فليست مناطقيه ولا شيء، لكن لما تقول مكه هذه العالم كله مكه، مكه صح ولا لا؟ ليست من منظور، تعرف في ناس لما تتكلم يقول لك يا اخي وش يعني؟ لا ما فيش يعني،
نادي الذي يمثل مكة المكرمة. يعني معالي المستشار تركي آل الشيخ لما هتم في الوحدة ترى قال سمو ولي العهد الله يحفظه وقال الوحدة نادي مكة من جد. ترى أنا هذا اللي قاهرني إنه الشيء اللي تبنى في الوحدة في السنتين الأخيرة في كده نشوفه انهار أمامنا. ترى لو نزل الوحدة انتحار للنادي كله مرة أخرى. من نادي يخش له في السنة فوق 100 مليون حيخش لك في السنة 6-7 مليون. هذا يعني إيش؟ يعني انهيار في كل شيء في النادي في الألعاب كلها. وهذا للأسف عكس ما حصل في الموسم بناء لكل ما في النادي. الآن انهيار لكل ما في النادي. لهذا لا نتمنى للوحدة الهبوط ولا نتمنى للآخرين عشان لا يزعلوا مننا. خلوه 20 فريق وخلاص. بلا شك أنه الثقة موجودة في إدارة الوحدة وأيضا نجوم الفريق، والوحدة يملك كل الإمكانيات بأنه يبقى لموسم جديد. وهذا الكلام ينطبق على كل الفرق كمان اللي يتنافس على البقاء، ضمك، الباطن، وأبها وباقي الفرق.